فتح معرض الفرس والفروسية في دورته السابعة أبوابه في مدينة الجديدة في المملكة المغربية، معرض سنوي شاركت أقطار عدة في العالم بفعالياته كفرنسا وإسبانيا وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. الحقيقة منظمة الجواد العربي كما تعلم هي منظمة تعنى بكل ما يهم الجواد العربي من تربية ورعاية وعناية، وأيضا تهتم بالفرسان والعارضين يهتمون بكل خدمات البيطرة وكل ما يتعلق بالجواد العربي، وحريصين يكون ينمى هناك كوادر عربية متخصصة لتحل يعني تساهم في دعم الجواد وتربيته وعنايته. أيضا المربي، هناك دورات كثيرة عملتها المنظمة، أكثر من 10 دورات سواء في التحكيم أو في التربية أو في التأهيل أو الترويض، بالإضافة إلى أن طبعا هناك بطولات مثل بطولة خاصة المربي مثل هذه البطولة اللي تقام في المغرب ومصر وفي الإمارات. يمكن لزائر المعرض التعرف إلى قطع فنية عن عالم الخيل والفرس كلوحات لفنانين مغاربة وعرب، وكذلك التعرف إلى حرف تقليدية متعلقة بالفرس كحياكة السروج والبنادق التي تستخدم عادة في عروض التبوريدة، وهي أحد الفنون العريقة التي تمثل جزءاً من التراث المغربي. المعرض هو معرض متنوع، فيه الشو، فيه السبكتاكل، ولهذا الزوار ديالنا متنوعين وكثار، وفيه كذلك واحد الجانب ثقافي بحيث أننا كنضموا يومين ثقافيين الجمعة والسبت لمحاضرات علمية وثقافية. تنظم في هذا المعرض العديد من البطولات والمسابقات والعروض كاختيار الخيول العربية الأجمل في دورة هذا العام، وكذلك البطولة الوطنية للخيول العربية والبربرية. من مدينة الجديدة، ليث بزاري، العربية، المملكة المغربية.